الموضوع بقى الجودة بتاعته في حتة تانية، في فرق فظيع. اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم اسلام مندو. انا النهاردة هشرح لكم ازاي تفصلوا الالوان بتاعت الخلفية عن الالوان بتاعت الشخص نفسه اللي واقف قدام الكاميرا. اهم حاجة تعملوا لايك سبسكرايب وتتفرجوا على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية بتاعت دورة كاب كات، لان هتستفيدوا جدا. ويلا بينا نخش في الموضوع. بص يا صديقي، انا كنت عامل لاير بس هنا. المهم ده الفيديو بتاعنا. اول ما نحط على كاب كات ده شكله على التايم لاين، هناخد منه كوبي. بعدين خدنا منه كوبي حطيناه بالظبط فوق الفيديو التاني. انا هقفل الصوت بتاعه، بعد كده هقول له هروح على كلمة فيديو من فيديو ريموف باك جراوند، واروح على الفيديو اللي فوق كده اقول له ريموف باك جراوند. تمام، هيعمل بروسيس. وبعد ما عمل بروسيس قال لي اوتو كاب او كات اوت كومبليت. فخلاص كده احنا فصلنا في هنا الخلفية. كده بقى عندنا الجزء دوت لوحده والجزء ده لوحده. خلينا نعمل بقى نعدل الخلفية بتاعتنا، لان ديت اللاير دوت هو اللي فيه الخلفية، فده اللي هنشتغل عليه ونعدل فيه زي ما احنا عايزين، وهيفضل اللاير التاني زي ما هو. في طريقتين للتعديل. احنا ممكن نعمل لاير ونحطه في النص، يعني طلع ده فوق ونحط اللاير ده في النص. ممكن نعدل في الفيديو نفسه على طول من هنا adjustment، بس انا افضل لاير لوحده عشان تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. اهوت كده احنا ظبطناه على الفيديو. نبدأ بقى نعدل في الألوان وفي الدرجات وكل حاجة. يعني هنا مثلا بص بص، لما عدلت اللون، سوري، لما عدلت بص الخلفية بس بتتغير، ملهاش دعوة بالإيه الورق. انت بقى بتظبطها حسب الخلفية والإضاءة بتاعتك. انا شايف ان كده كويس، كده مفرقعة شوية، الألوان متشبعة قوي. هنا مثلا الإضاءة ممكن أقللها شوية، أقلل الإضاءة قليلة. وهنا مثلا ممكن أقلل الكونتراست، ممكن هنا أزود الهايلايت أو أقلله. أحسن أقلله، لأن الخلفية لما تبقى مظلمة بتبقى شكلها أشيك وأحسن كتير. وعلى فكرة في الدورة دي في فيديو كامل، في أكتر من فيديو كمان بيشرح لك تعديل الألوان وإزاي تظبط الألوان في الفيديو ككل. احنا هو تقللنا الإضاءة بتاعت الخلفية، زود الأسود، نقلله، خلي الأسود زي ما هو. أنا بحب أزود بس كده هتفتح معانا ورا لما تبقى إيه، لما تبقى كده ايه مظلمة شوية بتبقى أشيك كتير. بس أنا ظلمتها أوي، ماشي. فتحت سنة، أزود الشرب، لو زودت الشرب أوي يعني مش واضح. الشرب أوي عن الفيديو الأساسي عشان ما يبقوش ايه. طبعا ممكن بص الفرق، عايزين نشوف الفرق مع بعض. بص بص، انا غمقت الخلفية، بقت اديت جو سينمائي مختلف خالص. وطبعا بعد ما تعدل الخلفية طبعا هترجع تعدل نفسك، يعني ترجع هنا تعدل نفسك، نعمل لاير يعني فوقك بقى، نعمل لاير فوق هنا وتبدأ تعدل نفسك او تعدل على الفيديو نفسه زي ما احنا ايه، زي ما احنا اتكلمنا اهو. مثلا اقول اهوت اقدر اعدل في البشرة بتاعتي كمان، نعم بشرة اهوت، نعمت البشرة بتاعتي هنا بنعم، وهنا سناني برضو بيضتها شوية. تمام، واقدر ارجع تاني اعدل في الاضاءة بتاعت وشي زي ما انا عايز. تمام،
واقدر اعدل في كل حاجة نفسي انا، بس يعتبر ايه انا بس. نعم دوشي، بياض سناني، اخدتوا بالكو في فرق كتير؟ اقلل او ازود الشادو؟ بص انا بس اللي بتغير، انا هنا بفهمك الكونسبت وانت بتبدأ تشتغل عليه. نرجع تاني اقولك انك تقدر تلون الخلفية معاك ازاي. اقدر الون كمان الخلفية معايا؟ لو رحنا على الاتش سي ال هيجيب لك جميع الالوان. يعني انا بص لو رحت على الموف هبدأ اظبط الموف زي ما انا عايز الخلفية، بس مش في الفيديو ككل، لاني بلعب في اللاير اللي فوق الخلفية اهوت. حرفيا احنا هنشوف بعد تلوين في فرق شاسع. الأزرق طبعا اهوت، وكل واحد حسب الخلفية بتاعته، وكل واحد بص الفرق فرق فظيع، فرق في حتة تانية خالص. طبعا لازم تظبط نفسك والألوان بتاعتك عشان ما اللي بيتفرج ما يحسش ان الخلفية في حتة وانت في حتة تانية خالص. هحس ان دي باك جراوند مثلا، جرين سكرين بتاع كده. فانت لازم تظبط نفسك برضو وتمشيها زي مية واحدة، او تخلي الدنيا مقبولة، مش تبقى انت ورا بجودة كويسة ومعدل الالوان ومظبط الدنيا وقدام مفيش. لا لازم برضو تظبطها، وخصوصا الشارب هو اللي بيبين الكلام ده خالص، لان ورا تحس انها جودة وقدام جودة تانية خالص. المهم يعني عايزين نشوف الفرق، او ده الفرق، ده الفرق طبعا. بص الالوان كانت بهتانة وسايحة على بعض، انا عدلت كل حاجة وخليتها في حتة تانية خالص. اتمنى انك تكون استفدت من النقطة دي. نشوف انا مثلا لو عدلت نفسي هوصل لايه. يعني انا مثلا شايف انا اميل للازرق عشان اقرب للخلفية، ازود الشرب كده عشان ايه ما احسش ان الكواليتي في حتة. في سنة كده ايه مش نورمال هنظبطها. ضلمنا سيكر، الدنيا ظبطت شوية، نقل الكونتراست. تمام لما قللنا الإضاءة تقريبا ظبطت شوية. ظبطت كتير. لا في ظبطه في حته تانية خالص اهو. بص الموضوع بقى احسن، الموضوع بقى الجوده بتاعته في حته تانية، في فرق فظيع. اتمنى انك تكون استفدت كده. وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى انك كمان تتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، لانك هتستفيد جدا جدا جدا. انا بقى اسلام ماندو، بقدم كورس كاب كات من تحت الصفر للاحتراف، وعندي كورسات كتير قوي على الشانل لازم تتفرج عليها. واعمل سبسكرايب واحفظ الشانل ديت عشان لما تبقى فاضي تخش تاخد دورات تستفيد اكتر واكتر. واحب اقول تاني ان احنا وصلنا نهاية الفيديو، واحب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.